الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول ديا لي دق مالي الكلون فيلا من فيلا أنطلب وارتل كارلا ده كده هذا برنامج كمراسي أصدق وركا وين برامج كا وين ماذا كجرم ونا جود بيو لبا كم ده بوجا تعسدا لا ين حري سدا جود دنيا يمري ديا برلمان كصومالي برفتر جوار يسر سنا لنكفوري جرو كيش دنيا هقول شعب كصومالي شيخ هذا مدوبة يحنو قويس كمدة يساسات وزيري وقدي يلم حل ساري أسخرنا برحمك يقتل طالب ببالي كودة إن بوغا تعسي ساسات وصحيحا والهايكا جمهورية ديوري سوي ساري وحكومة حمسة برع برنامج كسين كاينا قضب دكالا نسين هايا وليبا حكومدة تلسكا بوليسكا صوماليا دا يحير العلم تاقران كيا وليبا حسارنا قو عملك ممنوعو إن حبالها سشارع الدراء المجوذي حلوغ لكو قود جرا دبال ديكو كودة دوليو برنامج كا يهسين حكود بيانا قضب دكالا نسين هاي وليبا حكومدة ومنو حكومدة وطليال كورا وسيري ايو مسؤولين كاليا وليبا ايو كدوي هنا سعوكا بوغا تعسيدة إلهي نحر السلام الرحيم جواري وصاساتو ولا ايو كحسو السلام برنامج كا يهسين حكود بيانا قضب دكالا نبرنامج كو مروسيا سبسين هاي وليبا واسين هاي وليبا حكومدة هاي كا جمهورية دا صوماليا دكتور عزيز محمود يكدوا اغي ان مكتبه لنكمغ دري بروفيسور جواري لكير غلي دونا وزاره البرشده ولنا اس مركزتي شيغ ان مكتبه قرنود دونتا ولبا لمحل ساري وزيركا والبرشده الصوماليه برامجكا ياسين قديانا قودوبداس يا ورر كلا ياسين كاينا برامجكو مرو سياسي دمين فايدا مش كم روسيا سدورة الكارلا دي على درجة تاريخ دولي بأي كيد انتهى صدنكا جون سنة لما كنا باتيو أفرتا أقبض غضبكم كوريا برنامج كا يدي أسا بلت كا موتش كدقنا إلى هنا نحر سدا بروفيسور محمد شوسمان جواري قدومي برنامج كا صوماليا ولبا جيجس رسمي كفر ما يبوغا تعسيدا وسد مال مدر يردون الشيخ هذا مدو قدومي ها برنامج كا صوماليا يحمل نسك جيران وزيري حلباني يسراكيل عيدن يقب كنا قدن داتكم كوريا سحيان قدومي يانا فوري أم أفافتقي حدبا اقدوميه الشيخ هذا مدوبه يو غار كترس المسؤولين تي قيب كهاين سيحاو كبوغا وليبا يو كتوه هنا كيقا ان يصفرم يوساسات وتعسير لإرادة يدرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمر كهرة ما يبا تعسير مرلمات ndaray ummad islaamka ummad soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ehelkii ashiiradii asxaabta gudoomiyeen sharafta badnaa yaani geeridii la tiirmaysan kulli joomay la qaybsadaan murugti tiirnyada la qaybsadaan walilana sabr jameela marhum kana ilaahay may baan ku bariyaan jannatul firdaws in ilaahay ka bashaare ilaahay jeey ilaahay hortan afi ilaahay unin gidaal si manafnaay lan eedan qiimo badan أقوم يهاني دين كوي نتي سوامالي دكومة ده قاموس ينوبهي إلهي يسين الجنة الفيديو بشاري ونين بدل شيء خير إلهي نسي سبر جميلة إهل كان ما يبلا ناس جارة أبقى عليه سين كل ما ذي ما دم ذي إلهي وعي كل ناس إن ذايقة الموت نفكست إلهي أبو ريمود على دم ياس كل من عليه فاني ويبقى وجه ربك إلهي ساسير والكست إلهي وجين هاي نبهاني تباو مركا حل صبروي hal sabaro michael runtii ana eedanka mahadnagay mas'uuliyadda dawladda oo in shalheerin ayu noocin arday iyo madaxweynaha aan ka sareey sida sharafta leeyo in kulli qayb galeen taasiid yaani eedanka ka mahadnagay lan kasto ku qayb gaaday ajir xasanad ilaahay si taas eedanka ka mahadnagaan taasiida maartay furunta sida oo wasiirka in sheegi boog taasiida furni lan qof kasta oo aragtay ku deeri koorna may balla nasiin furunta ila saddex maalmooda socdaas runtii qof taariikh wanaagsan leh dalkan iyo dadkan han shaqeey qiimo leh yaano baahi may ballena hawan hal sabaroy hal an ducaayoy
أنا دعائي وف كستم مسؤول وقت بدن هذي ده لان مسؤول بنك على إنها تمام أني سوورد فيني وف كستم ولا قوي إن قلبي شيء إنك جريان ما يبلنا هل أفيوي جيك ولا هالكلام وسيل ضعيف وسيل أرض ميدة هل سو أفيوي لان كي جيلين هسبروي لان كي والقوي إن قبين أفيوي وسيل مارتي ولا شيء أجري حسن هذا نكهله إلهي ما يبلنا جنة الفدوس الله إنك بشاري ونين إلهي صبر جميل نسي إلهي كلن كني عفي إيدي إيدان محسنتين ummada soomaaliyeen ogna dal ii dibid ila xalay ila shalay eeda lan in kul hadiiray maartay qiimaha usleey qofka dadmada ya dareemas yaani dal ii dibid taasiid dad meel shal sirmo lo way aragni yaani eeda ummada soomaaliyeed in jeelayti in ka kaluulayti ilaahay abuuriday hatan ku qaadi waqti shay ya antahayti eedi eeda mahsantiin wali balana allahumma igfir lahu warhamhu wa'fu anhu ilaahay horteen afi تاسا إلهي مكتوغان يدي أدام محسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. وحان رنتي إلهي سبحانه وتعالى كبرينا إنه نحرس في جنة سيو والجنة تهذا أوس الرئيس الفردوس الأعلى أوجيو ولكن أستاذ كيني الدنيا هني الشيخ محمد الشيخ عثمان جواري الشيخ محمد الشيخ عثمان جواري ونن عن إسلاس وشقيني ون صاحب هين ووحدة إسلاف لي سنة ووحدة هول ولا قال لي أيوة هاي ولبا لبي طبعا كي سنة إلى صور waxaan ku naqaanay oo aan markhaati karnahay inuu ahayn muslim oo xaq ah inuu ahayn daacad oo shaqada uu qabanayo ka run sheegayo waxa uu aaminsan yahay karti iyo aqoon ku shaqeynayo haddii in ummada ilaahay subxaanahu wa ta'ala shaqadoodii ku jir ayuu ahay nin dana khaasa ka shaqeysto ma ahayn ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu dambigiisa dhaafo inuu u naxariisto inuu jannada meesheeda ugu sarreeya uu geeyo ahalkiisii iyo saaxiibadiisi iyo qarankii iyo ummaddii uu ka tegayna waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu sabar iyo iimaan uu ka siiyo annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuusan na filnaynin gadaashiis allaahumma ikfir lahu allaahumma arxamhu allaahumma akrim nuzulahu wawasic madkhalahu اللهم اغفر لنا وله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كان مراس سياسة دور تل كارلاديا لدرتنا حرال انتا قرن كا يوساسات توتلس كا بوليس كيها سارن قو آما آدكا وافيان كا بوليس كا سوماليا غاشان لي عبد الفتح يو حرال يسر يولي ويو مركاسيتي كدوه انا go'aamadii ee dhin in xabadaha sharci darrada ee lingirna xilalka ugu jira dabaaldegga kooda luuliyo ugu direyna in xiliyada dabaaldegga aan la ridi karin xabad sharci dara ah xabad sharci dara lama ridi karo dhammaan laamaha amnigana waxay amar buuxa u qabaan qofkii xabad sharci dara rido goobta uu joogo in lagu soo qabto eedaysanayaashan hore aan u soo qabanay ee maantay xukunkoodii uu dhacay oo aan ku wareejinay xirlaalinta ayagaa la sii falgeli doona laakiin haddana waxaan ka maarmi weynay bulshada in inteeda wax garanaysa aan dib ugu celinna hadalka kowda luuliyo waa caawa waa habeenkii midnimada iyo xurnimada ay qaateen gobollada koonfureed ummadda soomaaliyeed halkii aad u dabaaldegaysay inay xuruubeen adigu ha dhibaataynin dhibaata ugu sugan inaad xabad aad u riday kor ay ku soo laabatay bulshada soomaaliyeed dhibaatayso cid kasta oo isku dayda inay amarka inta jibisa xabad ridana waxaan u ballan qaadaynaa cid walba oo xabad caawa wax ku noqota in mas-uuliyaddeedu asaga dusha saaran doono asaga mas-uuliyaddaas dusha loo saari doono hadday dhimatay hadday dhaawacantana ay korkiisa tahay sababtoo ah ciidamada qalabka sida guud ahaan waa lagaaga digay waa lagu sheegay guud ahaan gobollada dalka looguma dabaaldegaa in hooyo soomaaliyeed sokor qabta laga nixiyo xabad laga agrido uma dabaaldegayn inuu aabba soomaaliyeed dhiikar qabaa uu dhiikarka kaga naxo xabad dushiisa laga riday waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed inta aqliga u saaxiibka ah waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan shaqsi kasta oo xabad rida goobta doona ha ka rida soo qaba kuma lihini
كليا نوفر موقع وحانا تيرادا شخصيغا ساريدي ميشا سونا كريدي وحانا كقالي دوننا تلاوكو هبون إن شاء الله وحان ربا إنان اوغد ديغو داتك او ديار قروبا إنا حبت ريدان حبت دا ريدو حديات كونه مغالا دا كريد كونه دا كالقف شعبا وحكوح يلو وحان كوغو ايدين دوننا إنا اديغا مسؤول كتا اديغا ندوش سارد دوننا مسؤولية ديد مانا او استاغي إنو إنان أمر كان دب دنبه لو بيني وقف صومالية دريد ورحب بادها ولالكا قد نباتينا أم هوية صومالية يعنق صومالية أم آباء حنونسا نباتينا كدا كدا عن كل ناحي أداد كدين ويسن إن شاء الله شرعي عن كوكب السين دونا تلسك عيدن كبولي صومالية دمان تلسيد لا مهمني غاينا وسوكي دائي ملتري غابا وراقال لو داقني شرعي عصو أسلقبنا أسكري كترسان إذا ماذا قلب كرسيرا مريدي كارو حبت شرعي درا او ku sheega inuu u dabaal degayo xurriyadda xurriyadda dadka aan u dhalinay ee aan rabno inay u dabaal degaan waxa rabnaa ayo maskaxdooda cabsi ku jirin baqdin ku jirin inay dabaal degaan marka adigii loo baahnaa inaad dhaliso farxadda iyo dabaal degaas ina xabad aad kibir u riday qof Soomaaliyeed korkiisa ku dhacda waxaan aqbali karnaa maaha mana ka yeelayno maxkamad iyo meesha u dambaysan oo kula tiigsanayna insha Allah waxaan diyaar u nahay kuwi hore la soo qabtayna xiraaliyaha guud ka warbixi doona insha Allah asaga ku soo dhaweynaya laakiin anaga afka ciidamada qalabka sida anoo ku hadlaya cid alla cidii xabad bila sharci daraha rida waxaan ka qaadayna talaabatan ugu adag ay ciidamada qalabka ka qaadaan shaqsi ku cad gudbay shuruucda qaranka waan mahadsantiin waxa soo galeysa 2 luulyo waa maalintii ay xoroobeen gobolada koonfureed ee Soomaaliya isla markaana la mideeyay ay midoobeen labada gobol waqooyi iyo koonfur waa maalintii xurriyadda Soomaaliya sida darteed waxa mamnuuca in habado bila macna la rido iyadoo leh dabaaldeg baan u rideyna hadda koorni digniin waa ka bixin waa mid maanta lagu soo qabtay eedaysanaysha maxkamad shir loo gudbiyay waxaan idin sheegayaa waxa mamnuuca habad bila macna in la rido taaso nafta bani aadamka iyo caafimaadkiisa wax yeeli karta sida aad ka warqabtaan habeenkii dhaweeyd ee 26ka juun waxa dhacay habado macna darra waxa loo soo xiray 9 nin dadba wax ku wax yeeloobay 9 nin xabsiga dhaxaa loo gudbiyay maanta waa adinka arkay warqadii xabsi gudbinta kalsarisooni waa kana meel fahamtay halkayga sida darteed waxa mar labaad idin sheegay mamnuuc inay tahay in xabad bila macna la rido xabad bila macna marka la tii shaqo ku dhacayso oo qof dambiila dhibaato geysanaya lagu qabanayo ma ahan taas waa taas shakhsi waa laakiin midda guud oo magaalada dabaaldega loo ridaa leeyahay taasi waa mamnuuc sida darteed ummada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa waxaan ku waaninaynaa inay hadda kadib ka fiirsadaan ciidamadu inay xabad ridaan waad mahadsantiin way hay guud ahaan wali baan tahay kaas meerana barnaamijka umro siyaasadda wartalka raadiyo min sayla. Thank you.